ومرحبا اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، وشرحنا بهذا الفيديو شلون تجيب البناطيل المهكرة او السراويل المهكرة شخصية البنت، مثلا الابيض والازرق والابيض والاحمر وغيرهم. وهذه الطريقة مرة سهلة، ما راح تحتاج مساعدة من واحد وبدون تعب. اتمنى يعجبكم المقطع، يلا نبدي. هسه اول شي شو تسوي؟ تروح تضغط التاتش باد، تروح على كلمة ستايل، راح تطلع لك هذه الخيارات. تروح على اول خيار 100,000، بس لا تخاف ما راح تنصرف فلوس، انت بس تابع الشرح وياي خطوة خطوة راح ينجح وياك. هسه نضغط على اول كلمة، راح يصعدك هذا المكان وتطلع لك قائمة في الشاشة. هسه بعد ما طلعت لك القائمة شو تسوي؟ تروح على رابع كلمة وتطلع لك هذه الخيارات، تروح على اخر شيء. هسه هنا هذه الخطوة لازم تكون سريع، اوكي. تضغط دائرة او تحت على السريع، او تحت ودائرة على السريع، اوكي. هسه نسوي الخطوة. كيف تعرف الخطوة ضبطت او ما ضبطت او ما ضبطت وياك؟ راح يرجعك على نفس الكلمة، رابع كلمة، تضغط يمين. اذا ما حولك شخصية الولد يعني ما ضبطت الخطوة، لازم تعيدها مرة ثانية، اوكي. هسه أنا ضبطت وياي خطوة من ثاني محاولة، ضغطت يمين أحولني شخصية الولد. هسه بعد ما حولت شخصية الولد شو تسوي؟ تروح تضغط زر البلاي ستيشن، تروح على الإعدادات، تروح على إعدادات الشبكة، تروح خيار مال طفي الشبكة، أوكي. بعد ما رحت خيار مال طفي الشبكة تضغط زر البلاي ستيشن مرتين، راح يرجعك للعبة، اوكي. وبعد ما سويت هذه الخطوة مال طفي مال تضغط زر البلاي ستيشن مرتين ورجعك للعبة، شو تسوي؟ تروح على اخر كلمة سيف كونتينيو. وبعدين راح يطلع لك تحميل في الشاشة. هذا التحميل بعد ما يروح على السريع تروح تضغط زر البلاي ستيشن مرتين، راح يرجعك الخيار طفي الشبكة. وبعد ما رجعك خيار طفي الشبكة، طفي الشبكة وترجع تقبل العلامة اللي راح تطلع لك في الشاشة وترجع تشغل الشبكة، اوكي. بعد ما رجعت بعد ما طفيت الشبكة ورجعت للعبة راح تطلع لك هذه العلامة، تقبلها بعدين تروح تشغل الشبكة، اوكي. وهسه بعد ما شغلت الشبكة راح يرجعك للستوري مود. وانت بعد ما رجعك ستور مود شو تسوي؟ تروح على اونلاين، تروح على بلاي جي تي اونلاين، تروح سيرفر خاص. واذا طلعت لك هذه العلامة شو تسوي؟ تضغط دائرة لا تقبلها، اوكي. وهسه راح يرجعك نفس المكان بشخصية الولد، بس لا تخاف ما راح تخسر، ما راح تخسر ملابس وما راح تخسر سيارات والشركة وغيرهم، راح يظلوا نفسهم. هسه تروح محل الملابس، تروح هذا المكان وتختار هذا اللبس.
تختار هذا. اوكي بعدين تروح مكان الأحذية، تروح ثالث خيار وتنزل ثالث خيار. اوكي بعدين تروح مكان الاكسسوارات، تروح على رابع كلمة تايس. تختار هذه وايت تاي، هذا الخيار. بعدين تروح هذا المكان، تروح على كلمة شورتس ثالث خيار. بعدين تختار اول واحد هذا، تحفظ اللبس. بعدين تختار الثاني وتحفظ اللبس. بعدين تختار هذا وتحفظه. وبعدين تختار هذا وتحفظه. تختار هذا كمان وتحفظه. وهذا بعد. وبعد تحفظ هذا. وبعدين ها تحفظ هذا اللي حفظتهم كلهم. اوكي تحفظ ذني اللي حفظتهم كلهم. بعدين شو تسوي؟ تروح ترجع تروح على كلمة ستايل. هنا ما راح نقدر نروح نغير الشخصية الا بعد 40 دقيقة. تنتظر هذا الوقت وبعدين تضغط هذا الخيار. هسه انتظر هالوقت وارجع لكم. اوكي وهسه بعد ما خلص الوقت تروح تضغط التاتش باد وتروح على ستايل وتروح نفس الكلمة وراح يصعدنا نفس المكان. وهنا نسوي نفس الخطوات اللي نغيرنا شخصية البنت للولد. تروح على رابع كلمة، هنا راح تطلع لك خيارات، تضغط دائرة او تحت تنزل اخر خيار، بعدين تضغط دائرة او تحت على السريع او تحت ودائرة على السريع. اوكي ورحت وبعدين بعد ما غيرت تضغط يمين راح يحولك شخصية البنت. هسه تروح تضغط زر بلاي ستيشن، تروح اعدادات الشبكة، تروح خيار تطفي الشبكة وتضغط زر بلاي ستيشن مرتين يرجعك للعبة. وبعدين بعد ما سويت هالخطوة تروح تضغط سيف كونتينيو.
وبعدين بعد ما يروح التحميل تسوي نفس الخطوة، تروح تضغط زر البلاي ستيشن مرتين، تروح للشبكة وتطفيها، بعدين ترجع للعبة تقبل علامة الأولى، تروح تشغل الشبكة وراح يرجعك للستوري مود وتقبل العلامة، بعدين تروح تشغل الشبكة وتروح اونلاين، تروح بلاي جي تي اونلاين، تروح سيرفر خاص وتطلع لك هذه العلامة لا تقبلها، اضغط دائرة. مثل ما شفتوا رجعنا بشخصية البنت ونشوف الملابس. مثل ما شفتوا هذا البنط، السروال الأسود، هذا الأبيض، هذا الجوزي أو ما أعرف، هذا الرصاصي، هذا الأزرق، هذا الأحمر، هذا الوردي، هذا البنفسجي، هذا البرتقالي، هذا الأخضر. مثل ما شفتوا جبنا البناطيل أو السراويل كلها دفعة واحدة. وهذا كان شرحنا اليوم، أتمنى يعجبكم المقطع، وإذا عجبكم المقطع حط لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم.